كلام صحيح. بس ما تميت مدة في الوزارة. صحيح. السبب مهيبة. السبب بكل بساطة أنا كنت أحد القياديين اللي أواجه، وقلت لك ما عندي شيء أخاف منه فكنت أواجه. صحيح. حصلت مشكلة بين أحد الموظفات والمسؤولة مالتها وتطور الأمر، حولناه إلى لجنة تحقيق وصار في عقوبة على هذه الموظفة. الموظفة قردت في التويتر تغريدة معينة، هذه التغريدة إحنا يعني كمسؤولين في الوزارة نرى أنها خطأ. فمن خلال حساب الوزارة بينا أنه ما ورد من معلومات في هذه التغريدة خطأ، وبينا يعني خلينا نقول بالمستندات أنها خطأ. الأخت شعرت أنه إحنا يعني تجاوزنا الأمر في أنه شهرنا فيها، ولكن هو ما كان تشهير، هو كان دفاع عن موقف قرار الوزارة. صحيح. تطور الأمر في القضاء، ومع الأسف القانون المرئي والمسموع يعني بشكل غريب يعني يتعامل في هذا. نادوني أنا وكيل وزارة بصفتي. صحيح. أعطوني حكم على شخصي، صار حكم شخصي. قلت له يعني لا هو تليفوني لمستخدم، صح، ولا هو حسابي الشخصي وكذا. وبعدين كل اللي صار ان احنا قاعدين ندافع عن قرار الوزاره، يعني مو قاعدين نخطئ او نستخدم كلمات، ولا كان في تهكم ابدا ابدا ابدا، بكل ادب بكل هذا، ولكن نبين صحيح انه ما قيل خطا، والدليل 1 2 3. اشتكت وحكم المحكمه يجب ان نحترمه، الحكم كان ضدنا. فلما صدر الحكم عاد الحين محمد بوشهري لازم يدفع فاتورة مواقفه السابقة. قلت لك أنا ما كنت أجامل النواب. صحيح. ما كنت أجامل اللي يخطأ وكذا، وبالتالي أنت الآن وزير وأمامهم وفرصة، لا ما نبي، وعليه حكم محكمة. زين حكم محكمة شنو؟ لا سمح الله أنا بايق فلوس. صحيح. أنا متطاول على المال العام. صدقت. أنا أكو شيء مس الشرف ولا أبدا. والدليل على ذلك انه انا لليوم اصوت في الانتخابات، لو الحكم هذا يؤثر على وضعي كوزير ما كنت انا يعني امارس حقوقي الدستوريه في الانتخاب، حتى لو برشح نفسي اقدر ارشح نفسي. صحيح. ولكن هي مواقف سياسيه، وارجع واقول لك كثير من النواب ما يهمهم موضوع ان اللي يكون في هذا المنصب شخص قيادي متمكن وعنده رؤية، بقدر ما يهمه مصالحه الشخصية إنها تمشي، يعين ربعه وأقربائه. يعني الوزير اللي يمشي واسطات ويمشي ربعهم يتم ويكون بأمان. أوه ويقولون فيه قصص وأشعار. أشعار. تمام.